عمرك يا فندم. سولفوبليموس مازال أنسة علي موجودة؟ موجودة. قولي لها حسني ابن عمها. صباح الخير يا فندم. ثواني أنسة عليا، ضيف بيسأل عن حضرتك. انت ايه اللي جابك هنا؟ دي مقابلة. طيب انا اقول لك تعالي تطلع بره تقولي لي الدنيا ليل، اجي لك الشركة تقولي لي ايه اللي جابك هنا؟ عيب يا عليا، ده انا حسني ابن عمك. طيب تعالى نتكلم بره. بس انت تعالي لي. وري مين ده؟ ابن عم الانسة عليا. طب على مكتبك. انت ايه اللي جابك هنا؟ عايز مني ايه؟ عايز منك ايه؟ جاي اطمن عليك يا علي، جاي اشوفك عامله ايه في الشغل الجديد، واطمن على الشهاده اللي سهرت وتعبت فيها عشان تاخديها، يا ترى جايب نتيجه ولا لا؟ هات من الاخر، عايز ايه؟ عايزك. انت مجنون؟ مجنون يعني علشان بحبك؟ وايه اللي فيا يتعاهم؟ وحش انا؟ ولا نصاب؟ ولا انت بتعملي ايه هنا بالظبط؟ طب ممكن نتكلم بعد الشغل؟ لا، هتكلم هنا بقى. بصراحة يعني يا حسني أصلا مش هستريح ولا يهدالي بالي غير لما أخد حقي. طب واللي يجيب لك حقك في السريع البني؟ أيوة بس المشكلة لا من غير أيوة ولا مش أيوة، أنت تقولي لي بالظبط ولا. طب مش تقولي يا عليا إن عندك ضيف عشان نقدر نرحب بيه؟ كاميليا مدير العلاقات العامة. يا صباح البيوتفول. حسني عبد الرحيم رجل أعمال، يعني منطلق. البنت بتاعتنا عاملة معاكوا إيه؟ انا اعرف ان هي عنيده، يا ترى بقى في الشغل ماشيه ازاي؟ لا عاليه دي النسمه بتاعت الشركه. اهلا بيك يا فندم. اتشرفت. مش هوصيك عليها بقى. اوكي. نهارك بيوتفول. ده بيوتفول جدا. ايه ده ممكن تمشي بقى دلوقتي؟ لا مش همشي بقى، عايز اقعد معاك. يلا نخرج بقى. انا مش فاضيه. مش فاضيه؟ سمير بقى وكده. لا ما تستغربيش، اصل انا لما بحب حد بحطه في دماغي واعمل عنه سيرش بحث، يعني لازم اعرف اوله من اخره. ماشي سلام. على فكره عليا، انا عايزك وعايزك بجد، حط الكلام ده في دماغك. مراد بيه فين؟ يا مراد بيه! طب ما احنا قلنا كده من الاول، اخيرا قررت تيجي تعيشي معايا. اما انت عايزنا ننزل الواد، كان ايه لازمته تبعت المدام؟ ما كنت قلت لي من الاول. بذمتك انت في حد يعمل كده؟ في حد يرفض نعمه ربنا اللي بعتها له؟ هو احنا مش كنا قعدنا ورقنا واتفقنا نبتدي صفحه جديده؟ عموما براحتك، لو انت عايز تنزل الواد أنا مش هنزل ابني. ممكن تقولي لي إيه اللي حصل؟ لا والله، أنت مش عارف إيه اللي حصل؟ والله ما أعرف. والله ما تعرف؟ بجد أنا مش مستحملة. بلاش تلعب بيا، أنا على آخري. أنا ربنا بعتلي نعمة مش هرفضها برجلي. لو أنت مش عايزها أنت حر. أنا في امتحان ومش هخسره. قولي لي بس إيه اللي حصل؟ منى هانم جاتلي وعرضت عليا فلوس عشان أنزل ابني. وأنا مش هعمل كده، عشان ابني عندي بفلوس الدنيا كلها. منى عرضت عليك العرض ده؟ يا سلام، هو انت بجد ما تعرفش؟ ما قلتلكش والله ما اعرف. خلاص سيبيلي الموضوع ده وانا هحله. هتحله ازاي؟ ما هي طالما فكرت في كده من الاول يبقى مش هتسكت، هتفضل تفرك. تعالي يا منى تعالي. في ايه يا مراد؟ اللي حصل مع ليلى ده حقيقي؟ بصراحه طلعت فعلا بنت كويسه قوي. أنا كنت متخيلة أنها ممكن تبيع أي حاجة عشان الفلوس، حتى لو كان ابنها. مراد، أنا مهما كان مراتك وعيشنا مع بعض سنين طويلة، يمكن ربنا ما قدرش يديك اللي أنت عايزه مني، بس مش هسمح أبدا لحد إنه يستغلك. وكان لازم أتأكد بنفسي إن ليلى مش طمعانة فيك. بصراحة عيلتي في نظري قوي يا ليلى. أنا كده هبقى مطمنة على مراد إنه هيعيش مع مراته أم ابنه اللي مش طمعانه في اي حاجه. يا حنينة، يعني انت تعبتي نفسك وجيتي لحد عندي عشان انزل ابني عشان تعرفي اذا كنت بحب مراد ولا لا؟ الحقيقه
انا مش مستنيه من اي حد فيكم انه يصدقني ولا اي حاجه منك يا مراد ولا اي رد فعل منك يا ليلى. بقى بذمتك انت مصدق الكلام ده؟ منى لا يمكن تكذب عليا، انا عارفها كويس قوي. كتر خيرك. عارفة لو ليلى حصل لها أي حاجة أنا هعمل فيك إيه؟ أنا مش هرحمك. خالتي يا خالتي خالتي الحقيني. في إيه؟ أمير تعبان قوي هيروح مننا. روح ادهني زيت من المحل. استني أكلم السواق. ايوه هات العربيه تحت باب البيت دلوقتي. انا لسه بنقل المستشفى، انا هنزل للشيخ زياد اقول له واجي على طول. بسرعه يا حبيبتي. يا رب تخف عنه يا رب. تعالي يا ستي بس. اللي انا هقول لك عليه وهتعمل اللي عليا هتقول لك عليه. يا حياتي انت مش فاهمه حاجه خالص على فكره. لا يا روح قلبي انا فاهمه صح. شوف سرور حس ان المشروع خسران فقرر يخلص منه. انت بقى اخدته بناء على ايه؟ بناء على توجيهات مدير البنك اللي قال لك هيديك كل القروض اللي تقدر تغطي المبلغ اللي هتشتري بيه المشروع. فبكده يكون سرور خلص من الخساره وانت بقيت رجل اعمال كبير قوي. وبعدين البنك هيشتري الشيكات وانت هتبيع المشروع مره ثانيه، الشركه بقى تشيل الليله دي كلها من اولها لاخرها. وطبعا ما فيش شركه هتعمل كده في السوق، فالمفروض تعمل ايه بقى؟ تضحك على حد، والحد هو انا. صح صح جدا، انت فاهمه كل حاجه اهو. بس انت اللي ما عملتش حسابه إن أنا ممكن أوصل لسرور، واللي ما عملتش حسابه برضو إن سرور بيموت في النسوان، واللي عملتش حسابه إن أنا اتعلمت من اللي حصل، والأهم من كل ده إن الدنيا صغيرة قوي عشان أقابلك في الشركة اللي بتشتغل فيها عالية. شوف أنا مش هسكت لو أنت ما ظبطتش الأمور دي كلها يا هوبا، فخلي عمر بقى يبتدي في الإجراءات اللي لازم يعملها عشان نخلص من الليلة دي. ما تيجي بقى نبطل التهديد وتعالي نتكلم في الشغل. شركة وسيمة عندها مشاكل جامدة جدا في السيولة. كل العملاء اللي عندهم ما يعرفوش ان فلوسهم في خطر. ده غير الضرايب. بيطلبوا مبلغ كبير قوي. أنا عرفت إن هو وكل شركة محاسبة علشان يعني يهندل معاها الموضوع ويطلع خسران وما يدفعش ولا مليم. علشان الشركة دي تقف على حيلها من تاني وسيم محتاج حاجتين. الحاجة الأولى مشروع كبير تمول الحكومة. وطبعا هيطلع كسبان منه مليون المية. الحاجة التانية بقى إن ياخد حتة أرض من الحكومة. طبعا هتبقى بتمن بسيط. يسقحها شهرين وبعد كده يبيعها بتمنها الحقيقي. إيه رأيك؟ وأنت إيه بقى؟ إيه دخلك بالحكومة؟ طول ما في خلل في المنظومة الحكومية
وطول ما في موظفين غلابة عايزة تأمن مستقبلها، طول ما إيهاب هيبقى موجود. والقرض اللي خدته باسمي يا روح أمك. روح أمي؟ هنهندل الحكاية سوا، وبعد كده مش عايز أشوف وشك، ولا أنت تعرفيني ولا أنا أعرفك. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفضلي. اتفضل يا حسني بيه. والله يا وسيم بيه، عليا لو عرفت ان انا وصيت حضرتك عليها هتزعل قوي. اه والله طول عمرها كده تحب تشق طريقها من غير اي واسطه. حتى مراد بيه انا اللي اقنعته عشان يتكلم حضرتك، هي كانت رافضه تماما تماما. ما تعرفش انا سعيد قد ايه اني اتعرفت عليك يا حسني بيه. انا اسعد والله يا وسيم باشا. اوعى ما تجيش، انت وعدتني هزعل. لا طبعا لازم اجي. بجد؟ طبعا. ابن عمك ده محترم وابن بلد ودمه خفيف كمان. اه طبعا. اه وسيم بيه صديقي، خلاص وعدني ان اي طلب هتطلبيه هينفذه لك، والشغل كله هو اللي هيعلمه لك بنفسه. هو قال لي كده صح؟ استاذن انا بقى سيلفو بلي، مضطر امشي. كلميني انا في الحديقه على البسين بشرب. طب عن اذن حضرتك. اتفضلي. ازيك؟ وانا ممكن اطلب منك اني اقابلك دلوقتي في اي حته، اي حته نقعد لوحدنا ومفيش حد حوالينا. انا بجد محتاجه اقعد اتكلم معاك، عندي حاجات كتير عايزه اقولها. طيب يلا على طول دلوقتي. باي. اتفضلي يا بنتي. طمني يا دكتور. اطمن، هيفوم البنج ويخرج معاك على طول. ربنا يطمنك ويكرمك يا ابني. يلا يلا يا امي. سمير انت على طول كده غاوي تتعبني معاك وتخوفني عليك. ايه كده؟ ايه تعالى بقى، حته زايده تعمل فيك كده، ده اتضح ان انت خرع خالص. الحمد لله على السلامه. يا ريتني كنت انا وانت. لا يا ريتني. بعد الشر عليك يا تميم. تميمه كانت هتموت نفسها لما عرفت انك تعبان، باين عليها بتعزك قوي. والنبي يا خالتي. اه والنبي بعزه قوي قوي. هو انت اللي عملته معايا يتنسى؟ ولا اللي حتى اللي انتوا عملتوه معايا يتنسى؟ لا، وانا عيني قلت الاصل ولا ايه؟ اكيد لا. لا، ما احنا عارفين انك طيبه وبنت اصول، بس هو خلاص بقى كويس، وعدتك هنا ملهاش لزوم. ما تروحي تشوفي ايه اللي وراكي. اه انا كنت عايزاكي شيخ زياد، بس في حاجه. اه قوي. اتفضلي اتفضلي. ايه يا حنين حبيبي؟ خير يا بنتي. شيخ زياد، انت يعني اكتر واحد في الدنيا دي عارفني وعارف قصدي وعارف نيتي. انا يعني كنت عايزه اقول لك على. اتكلمي يا بنتي من غير مقدمات. انت عارف ان ربنا فارجها عليا والحمد لله والخير كتير، وانا عارفه يعني ان المستشفيات بتبقى. ولا كلمه ولا كلمه زياده، احنا الحمد لله ربنا سترها. طب والنبي اوعى تكون زعلان مني، انت عارف نيتي وعارفني كويس. انا عارف، عارف ان انت نيتك خير، وعايزك تبقي متأكدة ان انا لو احتجت حاجة
مش هلاقي احسن من تميمه بنتي عشان اطلب منها. طب هات بقى مفتاح الشقه. واخد مفتاح الشقه ليه؟ عشان يعني اروح اروق البيت وكده واعمل لكم لقمه تاكلوها لما ترجعوا. اللهم ليه لزوم تعبك ده؟ لا والنبي عشان خاطري، والنبي لو ما عملت كده لازعل. هات المفتاح. ثانيه واحده يا حاجه فتحيه، تعالي الحاجه معاها المفتاح، هتاخديها معاكي وتروحي. لا انا مش همشي من هنا الا ما اطمن عليه. يا حاجه الدكتور طمني وقال لي ساعه واحده هيفوق واخده احصلكوا. يلا يلا يا خالتي. عارفه انت طولت كده ازاي؟ خدي بالك منها يا تميمه. انا هو انت لو قابلتي حد من صحباتك هتقولي لهم ايه عندي؟ لما تقول لي انت الاول لو قابلت حد من صحابك هتقول له ايه عندي؟ ماشي، رغم ان انا اللي سالت الاول. هقول لهم ان انا قابلت بنت حلوه قوي صدفه، وانا بصراحه مؤمن بالصدفه. ليه؟ يعني عشان لو قربنا من بعض يبقى ربنا عايز كده، ولو بعدنا عن بعض برضه يبقى ربنا عايز كده، بس ان شاء الله ده مش هيحصل. بس البنت الحلوه اللي انا قابلتها بتخبي ورا ضحكتها حزن كبير قوي، انا مش عارف ايه سببها. عندها قوي بس سايبه الدنيا كده تاخدها مطرح ما توديها، رغم ان هي لو قررت وتحدت وقالت لا هتلاقي كل الدنيا دي بترجع تحت رجليها. وانت عايز مني ايه بالظبط؟ يعني ايه سر الاهتمام الغريب ده؟ ليلى انا بحبك. بتقول ايه؟ بقول لك بحبك، وعارف ان انا مش عارف غير اللي انا شايفه قدامي، وانتي برضه مش عايزه اي حد يعرف غير اللي بيشوفه، بس انا متاكد ان البنت اللي اخترتها كويسه قوي وتستاهل حبي ليها. ايه اللي مخوفك؟ ايه اللي مخليكي مش عايزه تقولي اللي في قلبك؟ ياريتني ما قابلتك. ياه، هو أنا وحش للدرجة دي؟ لا بالعكس بالعكس، ده كويس قوي وزيادة عن اللزوم. طيب وده يخليك تقولي يا ريتك ما قابلتيني؟ يعني مش عايزة تقولي أي حاجة؟ ليلى عايز ايه بقى؟ بروح امك؟ لا كل الله ماما بقى كده، ازعل قوي ونفسيتي تفرول منك. هات من الاخر يا حسني. ايه مش عارف انا عايز ايه؟ عايزك انت يا بنت. انت استهبل يالا؟ الله معلش، هي الحاجه بتبقى صعبه كده في الاول، بس هو الحب بيجي بالعشره. انت مجنون ولا ايه؟ الله، وانت مش عارف ان انا مجنون يعني؟ ما كل الحته عارفه ان انا مجنون. في ايه؟ شكلك كده عايز تفوق. هتعمل ايه يا عاليه يعني؟ هتكسري زيت كبيره وتضربيني بها في دماغي؟ في ايه؟ ما تفوقي بقى، انتوا مش شايفين غير نفسكوا بس ولا ايه؟ انت شايفاني ازاي يا علي؟ شايفاني واطي؟ طب اللي يزور شهاده جامعيه وياخد مكان غير مكان ويبقى ايه بقى؟ شو يا بنت الحلال، انا ليكي وانت ليا، ده كلام بقى من الاخر، وده لمصلحتك صدقيني. ايه صدقتي صح؟ بس انا للاسف بقى مضطر امشي عشان عندي ميعاد مع وسيم في العوامه. اسكتي، عشان الراجل طلع صاحب مزاج وبيحب الفرفشه والانبساط، وانت عارفاني بقى بحب اشوف حد عايز يتبسط وما ابسطوش. الخير مالي قلبي، اسيبك بقى. حسني انت ناوي على ايه؟ والله انت لو معايا على الخط هبقى ناوي على خير، لو مش معايا على الخط ابقى ناوي على شر. وحسني بقى لما بيعمل شر بيبقى صعب قوي.
أسيبك. مساء الخير. سمير اتفضل. اتفضل فين؟ في ايه؟ انت مش شايف الساعة كام دلوقتي؟ هو مين حضرتك إن شاء الله؟ لا أنا من حتتها ومتربي معاها. حضرتك بقى اللي مين؟ بس معلش يعني إحنا هنا في حي شعبي وفي عادات وتقاليد وكده. ما ينفعش حد يجي يزور واحدة في الوقت زي ده وهي قاعدة لوحدها. ده خطر على سمعتها. يعني وجود حضرتك دلوقتي في الساعة دي يحافظ على سمعتها؟ إيه؟ وجود حضرتك دلوقتي في الساعة دي بيحافظ على سمعتها؟ امشي دلوقتي يا حسني وبعدين نتكلم. عشان خاطرك انت بس يا علي انا هنزل. انت عارفه انت غاليه عندي قد ايه، بس سيب الباب مفتوح عشان سمعتك. انا عن اذنك بقى هنزل احرس سمعتها تحت. سلام. ايه سمير؟ سمير؟ يضربوها ويسقطوها، ما نستحقش احنا بقى ان احنا نبقى جيرانها ونعيش معاها. يلا يا بنات يا بنات تعالي لي هنا روح امك عامله فيها اليسا ده انا هفرجك. تعالى يا بنات رأيك فيها يا جيمي؟ رأيي فيها يا باشا؟ هو ينفع الصبي يقول رأيه في المعلم؟ يا معلم تعجبني، بس أنا عارف إن أنت في حتة جواك مش مستريح يا باشا. أستريح أو مستريحش دي مش بتاعتنا، المهم الكبير إنه يبقى مستريح. وفي النهاية أنا عبد المأمور، لا ليا إن أنا أقول آه ولا ليا إن أنا أقول لأ. حلو. طب لو قلت لك ان انا محتاج لك، محتاج لك تبقى معايا، بس معايا مش مع حد تاني. هقول لك رقبتي رقبتي يا باشا، وامرني وانا تحت الامر. طب اسيبك انا بقى يا باشا. حبيبك جه ومعاه زبون جديد. حبيبي مين؟ هو في حبيب تاني ليك غير يا سلامة؟ والله مش تقولي انه الشقة بت. ايه ده؟ هو جمال هنا؟ انت لقيته هنا ولا جبته معاك؟ طيب عشان بس الجو ده يا باشا انا هسيبك انت. ياد في ايه؟ خد
الواد جمال ده قديم في الشغلانه، يعني عارف الدوده بتخبي عيالها فين، واحنا محتاجينه. في ايه؟ محتاجينه ولا محتاجه؟ والله. طب هو انا ايه وانت ايه؟ ما احنا واحد يا حسني. صح، واحد. انت حبيبي من ايدك دي لايدك دي واللي تؤمر بيه. انا هسيبك انا بقى عشان معايا واحد صاحبي تحت قاعد معاه شويه، وانا خايف يزعل، وده زعله صعب قوي ما اقدرش عليه. اتفضل. الله، شكلك هتكمل مشروعك ان شاء الله. ايه يا حبيبي مالك متضايق من ايه؟ بابا انا عارف انه مش من حقي اتكلم معاك في امور شخصيه. ليه نحط راسنا براسها؟ عندك حق. أنا مش هقول إن أنا صح، بس أنا عايز أقول لك حاجة. أنا قبل ما أعمل أي حاجة قلت لها على كل شروطي وهي وافقت. أنا ما عملتش حاجة غلط يا سمير. بس حضرتك عارف إنها مستحيل تتجوزك إلا عشان فلوس. بقول لك إيه؟ ممكن بقى نقفل موضوع هالة ده خالص نهائي ونخلينا في اللي انت ناوي تعمله. ماشي، حاضر. بص يا بابا، انا فعلا ناوي اكمل مشروعي. انا ناوي ارسم تاريخنا رسم بالالوان. عايز كل الدنيا تتفرج على تاريخنا. هرسم تاريخنا الفرعوني او التاريخ الاسلامي، ويشوفوه الناس بالالوان، يشوفوه كده قصه حكايه. اصل الناس بتقفل من التاريخ علشان بيشوفوه جامد كده. وانت شايف بقى يا سمير ان الطريقه اللي انت عايز تقدمه بيها افضل؟ اه طبعا، هقدمه على شكل حكايات، الناس بتحب الحكايات. الله، حلوه قوي يا سمير. انا هرسم كل الاساطير الفرعونيه، هرسم حكايه كل معبد، كل شارع. يا بابا الناس لازم تعرف تعرف. طب ايه رايك؟ أنا عندي فكرة يمكن تساعدك. اتفضل. أنت تعمل جمعية لمحبي التاريخ، أو تقدم رسوماتك وحكاياتك دي في شكل محاضرات في أي مكان، سواء بقى للناس، لطلبة الجامعة، لطلبة المدارس. أنت عارف ممكن جدا جدا الحكايات دي تحبب الأطفال في تاريخهم. والله فكرة حلوة. ماشي، طمنوا يا جماعة، حالتها كويسة الحمد لله، الحمل مستقر. اتفضل يا دكتور. الحمد لله يا رب. متغذية كويس، العلقة ما جابتش معاكي نتيجة. ستر يا رب. تصدقي ان انا خفت عليك يا بت. غصب عنك. لا، ودي بقى مش فاهمة ايه القوة اللي جات لها فجأة، طلعت فوق الست وهاتك يا ضرب. ايه ده؟ اقعدي يا مناخ. الدنيا بتبقى صعبة ووحشة لما يبقى كل واحد فينا مالي في حاله. لازم تفضلوا مع بعض وما تسيبوش بعض. الميت ما بيعرفش ايد مين اللي هتشيله وتحطه في قبره. ربنا يخليكي ليا. الله يخليكي حبيبتي. قولي لابوكي عد عليا، انا عايزاه في كلمتين. ونبيله دي تسيبوها متكتفه، محدش يفكها لغايه اما ابوك يجي ويشوف هيعمل معاها ايه. على اذنك. سلام. رد بعدين. الله، لا بجد بتضايق يا سلمى. اخ منك انتي، اخ ما تعرفيش تقعدي حافيه ساعتين على بعض.
يا ستي ده زبون في المحل، مالك؟ وخدتي رقمه لي بقى ان شاء الله. اصل ليلى ما بتحبش زعزع بينا، لازم كلهم يمشوا تحت طوعها. بس بقى انتوا هتشتغلوني ولا ايه؟ انا تعبانه بصحيح، بس اقوم بيكم انتوا الثلاثه. طب والنبي يا لولا قلنا مين ده؟ مين ده؟ اسمه شريف. شريف؟ لا 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 لا. وشريف ده بقى اخره ايه؟ مش عارفه، بس حاسه ان دي السعاده اللي جايه اللي كنت بحلم بيها. عارفين يا بنات، لما تفتكروا ان السعاده راحت خلاص وعمرها ما هتيجي تاني وفجاه تلاقيها راجعه، عارفين لما تحسوا ان انتوا عمركم ما هتحبوا تاني وفجاه قلبكم يدق، هو ده اللي انا حاسه معاه. انا لما بشوفه بسيب خالص، بيبقى نفسي كده اجري عليه واترمي في حضنه، حنين قوي. واخرتها مش عارفه، مش لازم تعرفي كل حاجه، المهم ان انتي بتحسي احساس حلو. اديني بحس الاحساس الحلو لحد ما ربنا يسهلها. ان شاء الله يا رب اموت بعدها. اوعى تسيبيه يا ليلى، ولما تلاقيه اجري عليه. هي الواحده تساوي ايه من غير حب؟ الست ايه من غير راجل تحبه؟ لو كانت غنيه ولا فقيره، بتبيع فجل ولا عايشه في قصر ولا في عشه، اهم حاجه الحب. طيب الحمد لله انك بخير بقى. تسلمي لي يا حبيبتي. يلا فضتكم عافية. مع السلامه. باي باي يا بنات. باي باي. اقطع دراعي اما كانت البت تميمه دي بتحب وقع شوشتها كمان يا شيخ. اه والله. على رمش عيونها قابلت هوا طرع فيه مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرع فيه مني وقلبي هوا. هموت واعرف المكان الجامد ده عرفته ازاي. انا يا باشا ما احبش الحاجات العاديه، احب دايما ابقى مختلف، طول عمري مختلف. تعرف يا حسني ايه اللي خلاني اجي معاك النهارده؟ عايز اعرف دماغك ايه وبتفكر ازاي؟ مش هكدب عليك، قلت بالمره اعرف ليلى اللي منها عاليه. لا بقول لك ايه، عاليه ما تعرفش اي حاجه من الحاجات دي، اوعى تقول لها. اصل عاليه دي طول عمرها ضربه موز ومعقده. معروفه كده في العيله، النشاط مذاكره ودحه، مذاكره ودحه. كانت في فصل المتفوقين بقى واوائل الطلبه والجو ده. لدرجه انها داخله الجامعه الامريكيه بمنحه. رغم ان كان مجموعه يوديها طب بلطيم او طيران الازهر. اه والله. حتى اسال امي. اسمح لي بقى امس عليك. لا لا ما بشربش من الحاجات دي خالص. انا برضو بقول انت دايما زعلان ليه؟ زعلان ازاي يعني؟ مش فاهم. يا باشا انت لو خدت نفسين من دول هتكون شركتين ثلاثه وانت قاعد كده. ما انا كونت شركاتي منين يا باشا؟ لا والله. اه والله. مختار يا حلو يا زين. أرجوكي.